طيب هسألك سؤال بصيغة تانية، مين أكتر 11 لاعب عجبوك الموسم دوت من حراسة المرمى؟ يعني عجبوك من بره، وخليها عشان ما أحطكش في حرج، من بره إنبي، يعني لو اعتبرنا إن إنبي كله عجبك، من بره إنبي مين أكتر 11 لاعب عجبوك؟ أنا عندي أبو السعود حراسة المرمى، محمد أبو السعود طبعًا، الشناوي وصبحي طبعًا مقدم صورة كويسة، لكن أنا عايز أدي الناس اللي هي ما تحطش عليها السبوت، الله يكرمك، اللي هي برضه محتاجة الناس تبص عليها بصورة مختلفة شوية. أبو السعود أدى بصورة كويسة جدًا، عبد المنعم بصراحة أدى بصورة كويسة، مرعي أدى بصورة كويسة، حمدي بيراميدز أدى بصورة كويسة، زي الأيمن بتكلم في الشيبي أدى بصورة كويسة، وبتكلم في بوبو في نص الملعب، بتكلم في مروان في نص الملعب، بتكلم في زيزو طبعا لعيب كبير ولعيب مختلف، مصطفى فتحي أدى بصورة كويسة، بتكلم في الشحات أدى بصورة كبيرة جدا وصورة رائعة جدا، الجزيري كسترايكر، وأنا شايف إن كهربا وشريف برضو أدوا بصورة كويسة، في حمدي زكي في أسوان، عايز بقى في مجموعة لعيبة كده محتاجين نبص عليها شوية، مبلولو كمان عمل موسم هايل، مبلولو أدى بصورة كويسة بصورة رائعة جدا، بلاتي توري في بيراميدز، انا مش عايز بس وفي لاعب انا متصوره معاك، يعني متصوره لو بيتدرب معاك انت، وهو كان بيلعب في انبي طبعا، يعني حمدي فتحي طبعا، يعني متصور اللاعب ده بس انت هتبقى مبسوط وهو بيلعب معاك، حمدي فتحي كبير، شغل تكتيك عبقري طبعا يعني. طبعا وبعدين انا عجبني كمان في حمدي ان هو لعيب مدرب، حمدي ده لعيب مدرب، يعني مش لعيبه خلاص، وبعدين تحس ان هو قائد في الملعب، صوته هادي جدا ونفسه هادي جدا، وراجل مركز في شغله، بيلعب فوق دايما تحت الاسترايكر، بوكس تو بوكس، نموذجي، بيقدر يكمل بسرعه، بيعرف يجيب جول، بيلعب بدماغه كويس. لا حمدي لعيب كبير.